فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال المصنف حدثنا سعيد سعيد بن سعيد مسقط الأثبات قال أخبرنا عبد الله بن مبارك الرجل المبارك المجاهد العالم الفقيه المحدث عن معمر بن راشد رضي الله عنه وأرضاه. نعم الإمام العلم عن معمر عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه مسألة عظيمة جدا، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذه فيها دلالة واضحة على أن ما سيأتي مش الباقي عندنا، على أن ما سيأتي سيكون علامة على الإيمان، على أن ما الذي يأتي سيكون علامة على الإيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني إكرام الضيف علامة الإيمان، من علامات الإيمان إكرام الضيف، وهذه أيضا من علامات الإيمان الواجب، هذه علامة من علامات الإيمان الواجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذه كما قلت علامة من علامات الإيمان الواجب، فإكرام الضيف من علامات الإيمان. وأنت ترى أن العربي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى بيوتاته التسع وكل بيت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نملك شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه الأمر حتى جاء أبو طلحة قال أنا أضيف ضيف رسول الله، أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن العرب كانت عندهم النخوة والمروءة والشهامة، لهم من الخير في هذا الباب، حتى أنه قال نيم الصبيان فنومت الصبيان وعلى جوع وأوهمت الضيف أنها تأكل وأنه يأكل، هذا قبل نزول الحجاب، أنهما يأكلان كل حتى في الفجر النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال إن الله يعني ضحك ربكم من صنيعكما البارحة، عجب ربكم من صنيعكم البارحة. شوف استدعى عجب الله جل في علاه وأيضا ضحك الله جل في علاه هذا الإحسان، عجب ربكم من صنيعكم، ضحك ربكم من صنيعكم. طبعا هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعقلون ويحرفون الكلام عن وضعه قالوا عجب ملائكته، ضحك ملائكته، يعني هذا على نفس المنوال، هم قالوا عجب ملائكته، وهذا يعني جهل مركب، هذا من باب الجهل المركب، وهذا فيه كما قلنا إفساد للعقائد الصحيحة السديدة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإكرام الضيف من علامات الإيمان، وأنت ترى كيف كانوا يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتم. شوف هو أعظم مثل لإكرام الضيف ما فعل أبو طلحة، تنويم الصبيان على الجوع وإيهام الرجل على الأكل من أجل أن يأكل وأن يشبع لكان خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عربي فاهتم جدا لأنه لم يجد ما 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 يضيف به، قال له نحن الأعراب. شوف البدو بقى وكما يقولون المسألة على الأريحية، عندهم أريحية لا تكلف، قال إنما يكفينا 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 اللبن والتمر، فجاء من الصحابة بالتمر وما جاء بعضهم باللبن وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه وأغناه في هذا الباب على إكرام الضيف. فإكرام الضيف من علامات الإيمان، إكرام الضيف من علامات الإيمان، ولا يتأفف بالضيف إلا بخيل أعوذ بالله. شو إبراهيم عليه السلام أبو الضيفان، فجاء بعجل حنيز لما جاء الملائكة حسبهم ضيوفا حقا، فجاء بعجل حنيز، فأنت أصلا من يعني إكرام الضيف دلالة على نبلك، دلالة على أخلاقياتك الرقية، دلالة على 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 حسن طبيعتك، وأيضا دلالة على 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 الإيمان في قلبك، لأن كما قلت إكرام الضيف من خلال المؤمنين، يعني من صفات المؤمنين، فهي علامة الإيمان الواجب إكرام الضيف، فليكرم ضيفه. والنبي قال بأنه إكرام الضيف في يوم وليلة وجائزة ثلاثة أيام بليالهن وما فوق ذلك، يعني ما بعد ذلك فهو صدقة. وقد أول بعض العلماء ما فعله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عندما نزلوا ضيوفا فلم يضيفوهم فقالوا عندنا لديغ، عندكم راقي؟ قالوا عندنا راقي، ولن نرقي حتى تضربوا لنا بسهم.
قالوا هذا حق الضيافة، ولأن حق الضيافة واجب، حق الضيافة واجب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأخذ حق الضيافة لأنه واجب، هذه لأهمية تضيف ضيافة أو إكرام الضيف. يعني كسره، أعوذ بالله، كسره أمور يعني ممكن تكون لها مداعي عظيمة جدا في النفس، وأيضا في التعامل وفي أواصر المحبة وفي الأخوة الإسلامية، يعني فيها كثير من المفاسد العظيمة عندما تجد أحد لا يكرم ضيفه أو لا يستقبل ضيوفا. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا كما قلنا، وإكرام الضيف ليس تقديم الطعام والشراب فقط، بل هو بطلاقة الوجه وحسن المطلع وحسن الكلام والهشاشة والبشاشة والإحسان في القول، وأيضا البيان على أنه من أفضل يعني ما فعلناه اليوم أننا استقبلنا هؤلاء الأفاضل الأكارم، وأن يكون يعني من أحسن الناس منظرا وهيئة وابتسامة وسلاما، وأيضا يسرع في رضاهم ويسرع في تقديمهم. رأينا هذا من أخينا شريف، وغير شريف صراحة أستاذ شريف يعني يظهر ذلك لنا جدا ويتحفنا بإحسانه، فكانت يعني كنا نتعجب من إخواننا، لأن الأخوة في الله أنا كنت أراها في هذا الزمان الآن ابتدت تندثر جدا، لكنها لا تضيع طبعا، فوجدناها في أخينا ووجدنا فيه كرم الضيافة، جزاء الله كل خير. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل جميع أهل الخير، أهل الإسلام، أهل خير وأهل ضيافة وأهل سعادة وسرور، اللهم أمين. وانطلاقة الوجه، عندنا مثل في المصريين، سأقول بالعربية أولا، أقول بمثل المصريين بالعامية التي يتكلمون بها، يقولون يعني هذا أنا لا أحفظ الأمثال كثيرا، لكن عندما تقال لي يعني وأرى أنها قريبة من الحكمة ما أتركها. يقولون: لئيني ولا تغديني، يعني استقبلني حسنا ولا تطعمني، اكتفت معدتي ولكن كرامتي. فأنت كلما تظهر أنك تحتفي بي، وكلما تظهر أنك سعيد ومسرور أنني معك، أنت تملأني رضا وتملأني شرفا، وأيضا تجعل السعادة معي أنني أدخلت على أخي السرور، أو أنا يعني قريب من أخي وأخي قريب مني، هذا الأفضل في هذا الباب. لكن عندما تستقبلني وتطعمني أيضا، فأنت أرقى الناس في هذا الباب. هذا مثل يعني فيه حكمة للناس، فهذه أيضا من علامات الإيمان، استقبال الضيف وإكرام الضيف منظرا وهيئة وإحسانا وتعاملا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. هنا قال: من كان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. لا خير إلا في الكتاب والسنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون في اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة. قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، إلا قاموا على مثل جيفة حمار. انظر، فأفضل الكلام في الكتاب والسنة، لذلك المجالس هذه أعظم المجالس وأحسن المجالس، وهي أكرم الناس في هؤلاء في هذه الأباب، هم الذين جلسوا مجالس العلم. مجالس هذه المجالس هي أعظم ما تكون فيها كلاما، يعني كلام الذي فيها قال الله، قال الرسول: قلت لكم عمر الخطاب يقول: مجلس من هذه المجالس يكفر الله به 70 مجلسا من غيره. وقول الخير لا يكون إلا بالكتاب والسنة والعلم والقياس وغير ذلك، الكلام في المصالح دون المفاسد. أما ثرثرة النساء الأكثر ورجال الآن أكثر من النساء ثرثرة في الكلام على سين وصاد ونون وعين ولام والمكعب والمستطيل، وأيضا الكلام على المال وعلى غير المال وعلى التحكم، ويعني أيضا فساد ذات البين بالانتقاص من أهل الخير أو الكلام عليهم أو الوقيعة بين المسلمين، هذه من أسوأ أعمال المسلمين، هذه من أسوأ خلال المسلمين، لأنها من صفات الشيطان قبل أن تكون صفات المنافقين، هي من صفات الشيطان أصلا. فانظر، مجلس واحد من مجالس العلم يغفر الله بها 70 مجلسا من غيره، وهذه مسقطة للسيئات، مسقطة لكل السيئات. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا أشقى بهم جالسون، قد غفرت لهم. قال الملائكة: اشهدوا أني قد غفرت لهم، بعد المباهاة بأسمائهم للملائكة. وفي الخير الإصلاح ذات البين،
فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق شعرك أن أقول تحلق الدين. ومن الخير أيضا الدلالة على الخير، أو ليصمت بعد ذلك الصمت له أفضل، الصمت حتى من الكلام المباح الصمت له أفضل. أما أن تبتسم وأن تحكي ما يمكن أن يدخل سرعة على أخيك هذا خير، وإن كان مباح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويجلسون معه بعد الفجر يذكرون ما كانوا يفعلون فيتمالون ويضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الفوائد المستنبطة: أفعال الخير من علامات الإيمان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد طبعا. الصمت خير سلاح ضد الشيطان، الصمت خير سلاح ضد الشيطان. قال يعني أن يملك ما بين حياه وبين فخذيه أضمن له الجنة. أفضل الإنشاء ما كان خبرا، لأن الخبر الذي يراد به الإنشاء أرقى تأثيرا من الإنشاء. طيب عندنا سؤال أبو داود، لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.